يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله تكونون مع عرض الكرفان لفرقة باكستيج جروب. إن شاء الله العمل اللي ينال أرضاكم وإعجابكم عمل بطولة أخوي عبد الله خضر. العمل هو معد من نص بغبغ الكسلان اللي راح الألفريد فرج وسميناه الكرفان. نتمنى من الجمهور عدم التزام الهدوء لو سمحتوا. تليفونات ما تليفونات رد عادي بس تقصر صوتك أو بتطلع حياكم الله نرتاح. عمل إن شاء الله ينال على إعجابكم على رضاكم وقولكم الله يوفقكم. توظفت في وزارة الصحة. أبي النابغة ابن النابغة اللي خلى كونتاكت منو اللي سوى كونتاكت خلاني أسبح قري شلونه؟ مع ذلك قلتهم أخبار وأسنع وأكبر وحق الديرة أنفع وعط الخباز خبزه وبهالزمن منو اصلا ما حد يقدر يقضب له شيء. قلت خل اروح اقضب الوظيفه وايد احسن. نمت بالليل قعدت الصبح يا الله دس 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 لا طبعا الصوت طبعا لا غسلت وجهي بالصابون مع اسناني بالمعجون وجهي بالصابون. يا الله صباح الخير. يا سلام وظيفة جديدة شرعتك هي عبودية. يلا معلش نزلت الدرج فتحت السيارة يا الله صباح الخير ان شاء الله بدك سنة يا سلام يا الله يا ما تعوضنا سيارة بخاخ ولا هالكابريتر. خلاص ملينا الله بالخير. هلا والله هلا أبو علي الله يسلمك. لا والله رايح الدوام تدري وظيفة وهذا إن شاء الله. وأنا رايح في الطريق إن شاء الله عشاء إن شاء الله تكلم شباب
قول لهم اليوم بالديوانية علي وانا في طريقي. خلاص العبوا شكلك، خلنا نروح. خلنا ناخذ دوامنا، غير سالفة هذه. وانا في طريقي ما شاء الله الشارع فاضي. الباب انكسر، اتخلى الارباك، طلع قدرت بصوب اذا بصوب على صار صار فيني. سويت انا وين انا ولا انا بمصفطي في وزاره الصحه. من بعدها عرفت وايقنت ان في هذا البلد لكل مواطن شارع خاص باسمه ومصفط خاص حقه. شكرا شكرا يا اذاعه المرور، هذه غايتنا. شكرا. فتحت الباب، قصدي ما فتحت الباب لانه محصور طايح. قلت الحين ما يصير، الحين دام انا اول يوم بدوام لازم اخذ لي صوره حق الانستغرام. طلعت سناتي. دش يمين دش يمين دش يسار دش يمين يسار وانطر لايكات في نهاية الدوام. فتحت الباب، بصمة. مشيت شوية، بصمة 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 خلاص. شوي ولا ريحة، اشم ريحة، ريحة ما ادري علف ما ادري شنو. اطالع هناك ولا سوادة. يح قربت شوي ولا ابي، قلت لا قراية اكيد. يوم قربت ولا القهوة الشعبية داخل وزارة الصحة اللي قاعد تخبز رقاق قاعدة مالها شغل، واللي فاتحت لها محل تلفونات تبيع نوكيا وبياجر مستعملة، وفي وحدة قاعدة بالكورنر تشرب قدو. تالي أقول لكم سالفة، هذيلا قاعد يسولفون شوي يسولفون. قطيت ذوني ولا ويه ما دريت. هاي هاو 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 وش دريت؟ ابنيرة محمود سالم. منو هذه قطع؟ منو هذه؟ ايش فيها؟ ما دريت. هاي لا تزوجت مصطفى المحمود. هاو مصطفى اللي امه غنيمة. ايه قطع ولا غيدة نميمة قرض. ما في حرب، دم دم طافي دم حرب. النميمة نزلت على هذيلة. غيبة غيبة
اكل لحمه اخيك ميت هني ما فيها. انا قلت شليله ان شاء الله حاضني، كان اروح حق هذيك اللي قاعده بالكورنر. جوا خالتي صمت. شو السالفه صار؟ ام الرقاق سكرت سلندر الغاز والحاشه، هذي سكرت دكانها نزلت دريشه وانحاشت قاعد تطل من الدريشه، هذيل اللي كان يغيبون فلوها اونو وانحاشوا. صاير شوي ولا طق 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 تقوم شنو جيت طق 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 عريضه 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 الله الله خلاص الرجل قمت كسر فوق 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 كانت تغطي النيوم صار علي ظل عريضه عريضه عادي 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 خلاص وديني جوا خالتي جوا خالتي شوي كانت تقول بالعبايه سطا ولا تايجر من فوق لي تحت. انا هني خلاص غشيت تايجر، قلت لها خالتي انا موظف جديد وهذه ورقتي خالتي حنوشك. لا انا عفوا لا تقول لي خالتي، شو اقول لك؟ لو سمحت لا تقول لي خالتي، شو اقول لك؟ تقول لو سمحت انسه ولا تناديني انسه شنب نادني ابنيه 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 انا اسمي ابنيه. ايش عندك هني؟ يا ابنيه خلاص انا ولد وانت ابنيه خلاص، انا جاي عندي ورقه بقدمها لك وبشوف قسمي وينه اشوف. حطت الورقه حطت الورقه كذي وانا حيل مركز على الورقه. شوف اي سطر اي بنت قاعد تقرا. ايه قلت لها عسل ولا ايه كاب جعلتني وهي تقرا وتهتز وانا حيل. انت مهني انت القسم الثاني سوت كذي لحم 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 ولا مسوي عملية تكميم واللحم طايح صاير مرقوب جسمها رايح مستوي. انا خذيت المرقة وعلى طول انحاش ويروح ويروح الحين. شنو هالوزارة كنا داش لعبة الحية خل خلص وين؟ امسك المرقة يمين نزلت يسار يسار يمين يا حش السالفة بورتر وين هني مني من هناك اوكي يسار يمين صعد يا ولا دري نزلت الدري يا ولا 98 كلتني الحية رديت خطوتين ورا وبكذي تم استخدام جميع مناطق المسرح. شوي ولا باب قدامي قاعد يدخن لحقوا لحقوا شوفوا الموظفين اللي عندكم صاير فيهم يدخن الباب قد احترقوا. واروح ركضه واروح ركضه وانزل وانزل قاصين علينا اركض كذي وانزل وانزل واروح واروح. يوم وصلت الباب تعالوا لحقوا لحقوا شوف ماكو احد بطلت الباب ولا ستة قاعدين يمين ستة قاعدين يسار تقول يلعبون محيبس. شوي ولا بقعة بالنص وشرخ سجاير كلهم كلهم سجارة بالحج سجارة بالطفاير طا 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 على فاصل قسم منتهين يعني بس توحد لهم طا دي دي دم طا كلهم بالتاكي رايحين تشروا ولا هذه البقعة وفي واحد من بين دخان السجارة طالع شنب وين الوي ينبض شنب ينبض يا الف يمين الف وياي الف يسار الف وياي انزل ينزل شو صار وينبض يتحرك على الخفيف شو ينبض شوي
ولا الله بالخير كيف حالك عساك بخير؟ كان يطير الشنب ويقعد فوق. يح شسا ولا حاط خفاش على برطمه. طلع هذا القسم كله خفافيش. انا شفت الموضوع كذي قلت له اخوي ورابطه بحبل وماسكه بيده. اي تفضل شلي تبيه شلي تبيه اي قسم انت؟ قلت له اخوي انا موظف جديد الحين انا ما ادري انا وين الحين مكاني اي قسم ضحت بوزارتكم هذه كلها بمرات. قال اشوف خذ مني الورقه كان يقول لي يا ولد خذيت منه الخفاش مسكته طالع ينقز وياي ينقز وياي شويه ايش صار وقاعد يطالع هذه ورقتك ويخزني طالعين وطالع ورقه طالعين كان يقول انت شو يصير لك العقيد المتقاعد اللواء الرئيس ركن اللي كان بالجيش؟ قلت له والله ما ادري انا يمكن هذيل رب اهلنا من الوالد. قال انت ولد الخضر عدل؟ قلت له اي والله انا اي ولد الخضر. قال اي البيت بالمنصوريه بعتوه هذا بيتكم؟ قلت له اي ورثه وباع شوي جاي يقول لي انت نوال امك؟ هو قال نوال امك؟ انا بغيت اسوي كذي بس خفت الخفاش يطير يروح مسكته قلت رجعته بالدخان. اي شوي كان يضمر واحد والله وكبرنا قلت له منتهيه ليه ريتها واحد صلحها كان يقول اي والله كنا نلعب طنبايخيه قبل واحنا صغار ارتحت يوم صغار ما عليهم كلام ما عليهم شرايين قلت زين وهو صغار قلت انا الوالده ما توظفني شي يبهني ما تجيبها كلها قاعده بالبيت ما درست ما قبل بس زين طلعوا ربع الفريق يجي نمشيها عادي. قلت له اي هذه امي افتخرت هني شديت اعصابي إيه قلت له اي هذه امي شوي ولا يقول ها انت كذي يعني موضوع؟ قلت له اي يلا بطتني انا في علاقه بيني وبينك يلا تقول له صبر انت مو هني انت بقسم الادويه. نعم انت مو هني انت بقسم الادويه. اعطيته خفاشه خذيت شهادتي سلم علي وطار ويا الخفاش سلم على امك نوال والخش ورا العماره انزين المعهد التجاري ووزاره الصحه طوفناها المعهد التجاري وقسم الادويه ليش مساعده الناس لها اجر بس ليش واللي ما يعرف خل محترمه هذا اللي حط كونتاكت منه هذا خلاني اغوص صرت دلفين اتلانتس صاعد وطالع اللي ماكو احد ما جرى شفايف اشكره في ايدك. ولاني مواطن شريف واحب هذا البلد قدمت استقالتي على طول وقلت لازم واحد كفء ياخذ مكاني ومسحت الصوره من الانستغرام. وتزامنا مع هذه الاحداث سبحان الله قدمت استقالتي من هني الحمد لله توفى ابوي من هني الحمد لله عمري ما شكرت ربي هالكثر. شنو باخذ جيله وجيل غيره يعني خلي يموت فيها فلوس فيها ورث فلوس ماني هذا هذه وظيفه الابو وحده نعرفها كلنا ما فيها الابو يجدح ويكرف بهالدنيا ويشتري بيت تالي يكبر عياله تالي يموت ويتهاوشون العيال ويبيعون البيت احنا هذا اللي عارفينه ما فيه مات استكينا. مات الوالد قلت خلاص بعد لازم نروح ندفنه بس انا ما احب الدفان رمل وطين مالي وحار شمس فترتي يومها ما قص عليكم كانت بالمسبقه فقلت ماني رايح ليش اروح الدفان اروح العزاء كان نوبة في العزاء. اي لا اله الا الله نزفة العزاء. زين ليش مو كذي؟ ليش انا بس كذي؟ شلون العزاء لا كذي اوقع اني حزين لا اله الا الله بصلوح وين هذا اخوي بصلوح وين هم ماكو حد دعوة كذي يكرهونه ما عنده ربع إنا لله وإنا إليه راجعون قم صوب أجرنا وجرك
خالد اجرنا وجه رحم الله احسن الله عزاكم احسنت رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بارك الله فيك جزاك الله خير واحد بالغلط قال لي جمعة مباركة قلت له بحسبوك شو اقول لك مليت ثلاثة ايام والطابور ساتون من هني ليتو تو مشمش كلهم واقفي عشان والدك والله زين والله زين الوالد يحبونه هالكثر اطلعوا كلهم ديانة ليه واللي صاب توتو مشمش حاشهم تفتيش ردوا بيوتهم بس هذيلا دشوا اللي يدوب عند الباب مال ما المعزيين دشوا هذيلا راحوا هذيلا قلت ما شاء الله يحبونه انا قلت يحبونه بالتالي عرفت هذيلا كلهم طلابه ديانة الله يرحمك يا يبا اخ يا يبا وينك وينك حالاتك عايش والله حالاتك عايش عشان تعرف شلون تطشر هذيلا كلهم ما يفوصل ما يخافون منك اذكروا محاسن موتاكم بس انا ما اقدر اسكت ما اقدر اسكت الوالد الله يرحمه الصبح كان طرار وبالليل سكران طينه يلكه من قاعه ما فيها بجوتي حطه ولكه ما فيها ما فيها ما فيها خمير شريب درجه اولى البطل ما ينظر تك 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 لا يكسره من تحت عشان ولا نقطه تتلف شريب الريال ماسك العادات والتقاليد مو نفس الحين باتكس ابر تشيس بوتشيلب ما ادري ايش يسوون لمبه مكسوره يشمها ريد بول واثنين بنادول نايت ما ادري ما ادري ايش خربط الريال كان ماسك العادات دقائق خمر ما فيها مختوم مو طاسه تدور لا خمر الله يا ولد ما حد يكلمه استعمال شخصي ما حد يكلمه يشوفوا عنده بطول كرتون كونتينرين عادي مشونه ما حد يكلمه الريال ماسك العادات هي الله يرحمك يا يبا ويتوزع الورث على 24 اخو درزنين خره وتعال لمهم مره ثانيه الوقف عزا واوزع الفلوس يوم اعطينا الديانه اللي مسافر امريكا يدرس واللي رايح علاج بالخارج واللي رايح ويا مرته وفي ستة من طقة الوالد اللي يكونه بس ليل ونهار هذيل أول ناس حضروا واللي يحول بتايلند شغلة أنا قلت شو أسوي أنا الحين تعال وتعال صف مرة ثانية دور وقفوا وأنا كوني أصغر واحد خلوني آخر واحد واقف الطابور يلا ما بقى شيء الصلاة الظهر خلص يلا وزع الفلوس شو هذا راح مستانس أخوي واسمي يلا الله يسلمك يلا شوي ولا لو اي يروح استانس شوي ولا مصطفى ويا مرته يا رته من ادونه يا شوي ولا يوقف الطابور ها دوري اوكي اخوي انا عندي الوالد ورث وكذي وحاب اني اخذه وكذي توزعه حاضر البطاقه اي حاضر ايش دعوه البطاقه ليش يلا اي زين عطني هذيله بس هذيله اي وقع بعد ليش ما يلا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ولا يطلع ورثي 3999 يعني حتى كورلا ما اقدر اجيب من وكاله قبل لا اللي اسعاره ساير ممكن الحين فاتوره من الاهليه قطع فيها سماره ما اجيب يتكاثرون يتوالدون لازم الثلاثة تصير ستة سبعة ثمانية تزيد لازم أشوفني مشروع أنا ما أحب وظيفة حكومة لازم مشروع قاعد أفكر لا تسوي نفس إخوانك أنا هالصوت التبن سامعه هذا عدل ضميري أشوف إنك داخلي ما حد يسمع صوتك خلصني شنو لا تسوي عدال صوتك يا معود فكني الحين خلصني شنو تسوي داشين انتخابات انا صوتي وصوتك قول لي ابيهم يتكاثرون ابي ادش المشروع عطني مشروع حلو افتح لك صاله بلياردو شخباري القديم 96 95 زارع الشام شنو هالمشروع راح هذا راح المشروع بلياردو وتعال افتح وسوي عطني
عندي مشروع نيو، ابي شيء يكاثرهم، ابيهم ابي 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 اصير تاجر، ابي اصير انا مقامي ما ينفع ويا عامة الناس، لازم اصير تاجر انا. جيب لك بضاعة من الصين. انا قايل انت منتهي، اي بضاعة من الصين الناس كلها تشتري شيء اصلي ما تقدر تستغليه. خلصني، قول لي شنو اسوي، عطني شيء. بعد تفكر؟ خلصني. فيها تركيا؟ صار بخلصني، قول لي شو اسوي؟ اشتغل الكرفان وحقق حلمك الصغير. حلمي الصغير؟ حقق حلمك الصغير، تعال، حقق حلمك الصغير، تعال، حلمك الصغير، تعال. من زمان ماكو ذمة؟ الحين الضمير راح، لا ذمة ولا ضمير. وفعلا خذيت هالكرباء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام. مخرج أجل أجل بمشاري مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية مرة ثانية. يلا جاهز ستاند باي، يلا 3-2-1 اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه امين. طبعا انا اشكر استضافتكم لهذه لانا لهذا البرنامج. طبعا طبعا انا من الشباب اللي الطموح اللي كان عندي حلم صغير. حلمي انا شفته يكبر وقام يتحقق قدامي. اشكر طبعا المخرج والمعيد واستاف العمل والمصورين وجميع الناس اللي هني. انا قدمت هذا مشروعي اول شيء بالاخص اني اقول لكم اياها، قدمت حق وزاره التجاره والصناعه ورفضوه، كسروا مياديفي، بس انا شريت مياديف يد الثانيه عشان ما لهم حجه. طبعا انا مشروعي كان وانا صغير وخالدني لين كبرت والحمد لله شبه حققته. انا بالي كنت اني ابني مطار. شو السالفة؟ في شيء؟ هو ما سبيت الدولة انا، ايش قلت انا؟ خصخصو؟ يلا ما علي ما علي، انا اسف انا، زين كلهم تسجيل قديم؟ يلا خصخصو انا. اخر راكور شنو حضرتك مشاري؟ جني؟ جني كنت اربعين ولا شنو؟ اوكي نعيد؟ اوكي نعيد نعيد. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الميمين. طبعا انا عندي مشروع كان اني ابني مطار. ايه اوكي اني انا ابني اني مطار. ايه ما يبي له شيء، شنو يبي له المطار؟ نسافين رمل يجيبهم حطهم هني، وبعدين اسميت ارخص من الزفت ما فيهم، هني نحطها شوي وصبط من جواد الصفار شوي نحطها، وكان غفور رحيم يخلص المطار ما يبي له شيء. بعدين نكلم ولدنا الشايع يعطينا واحد من الافنيو ستاربوكس، وايد زحمه ضاج عليه مسكين صغير، يجيب لنا واحد ولدنا نحطه داخل المطار، ونكلم المرزوق يجيب لنا 360 موكت صغير نحطه داخل 3 دايمنشن حق السواح وكذي، وان شاء الله خالصين. فانا قلت ما له داعي، عارف كيف؟ قلت ما له داعي اني ابدي مشروع عود وضخم وكذي شوي شوي، يعني كل ما بدا صغير. فقلت اني اخذ هذا الكرفان، يا ريت بنشاري يطلع لنا فلوس حق الجمهور يشوفونه حق الجمهور. مو كلوز، مديام داش بالدريش، ايش فيك تطلعوا بهارات الحين يقولون مو مطار؟ ذاك عدنا. طبعا هذا مثل ما شفت المطار، الحمد لله الله وفقني، قمت ابيع شوي طيارات فيه لمن يكبر مشروعي. رحت شويه قعدت بالسالميه شويه، بعت لي ما بعت وايد، تالي البلدية يو كشوني مشيت، رحت حولي بين النقرة الشمالي والجنوبي شوي قاعد أبيع،
كان يني رعب الرد يقول لي شو هذا وشو تعمل هذا؟ قلت له ليه ما في شيء انا ابي اترزق الله انت. قلت طب كيف انا اعلمك افرجيك كيف بتبيع خيار؟ شوي راح وانا قاعد ابيع وعامل فرح وسرور ويا الاطفال قاعدين شوي مليوني يقولوا لي يلا تيت تيت انا عوح انا تيت انا ولد الديره وكلهم بيدهم برد وراعي برد يضحك علي راشيهم. قلت انا الحين ولد الديره عوح وتيت شو السالفه؟ صدق لي قالها والديره ما عرف لها للغريب شنو هذا؟ انا جايب بيت بترزق الله ياه مليت عديت هذا المكان اللي هدوء ما يعور الراس ما في احد ولا قبل يمر علي وان شفت احد فيكم هني مر او سمعت صوته بس حشيت ريوله حش سامعك وياه اخ يا القهر اخ انا مو باطشه بدي الا هذا الشاليه كل الشاليهات هني الكهرباء تنقطع اوتوماتيكيا هذا شلون ما تنقطع عنا الكهرباء 24 ساعه مشغل وليزر وعفسه واغاني شلون انا كهربائي كل اربع ساعات اعبي ماكينتي بنزين هذا شلون هي عدل هذا اكيد يتعامل مع الجن اي جن بعد اي جن ولا كلمه ايش دعوه يا حبيبي ايش دعوه على الطوالي صار لي اسبوع هني انا صامت ما حد طال علي ولا حد منكم شرات مني طياره ايش دعوه ما عرفني علي هني ولا احنا مو بنتها يعني ولا شنو يا مو شرط يني يعني بطن وظهر أمي يني بنت خالته متزوجة يني يا حبيبي شيء أخ مو هاكر سيايير واي واي على السيايير اللي تدش عنده أخ يا القهر أخ بورش رينج فراري ماي باخ ماي أح ماي خ أخ يا أخ السايق مالهم السايق عنده لاند كروزر أسود أنا بعت هذيله ديك المرة يا أبوي دخل موتر راكب موتر ولا كلمة فتش الباب نزل تشك 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 كان يقول هيدروليك ارتفع الله يلي تاج قدام ليت مشبك نيك الشبك يايني ياني شاب السكنات صغار موتر انا اول مره بحياتي اتمنى ان تدعمني سياره قول لي تعال الف يمين الف ويا الف يسار تعال شوي ثاني طق فوق تحت اهو طق من فوق تحت ولا من ورا احنا من قدام يا ابوي هل الصوبات ورا لك زوجات اللوحه جايه بالنص ولا كلمه الأريل القديم بمغناطيس في الدبة خطير موتر يا أخي شنو هالمو أنا البتشبي أكثر واحد راع الشالي هذا يطلع يسقي الحديقة يلبس صروال وفنيلة كل هالفلوس عنده يلبس صروال وفنيلة يسقي الحديقة يا القهر أنا لو عندي فلوسك كان لبست بشت من ذهب وفوق بشت من فضة وبعدين زديري من ألماس افتح البشت كذي كله اسلحه 9 ملي 7 ملي بازوكا دبابه سنايبر كلهم النبله مال روبن هود كلهم حطوا بني افتح الثاني باب سري افتح الباب ادش منه واطلع يا حلو سوالفكم يا حلو قعداتكم يا حلو أكلكم شرابكم يا حلو ريحتكم مو الفقارة ويك يلوعون الكب ينقصون العمر كله ضيم الفقارة واحد تش بيتهم تشم ريحة ياوي ومعمول ما تقول مسوين سحر شوفوا هني شوفوا أكره شيء اسمه فقارة أموت عليكم يا الأغنياء
اكرهكم اكره سوالفكم. ايه مدريولك على قد الحافك. ولك رد كاربت من شاريها نازله انت تقوى انت تقوى يرعصها شاريها كله طربال يصير فيه عشان الغبار. سوالف سوالف تنرفز اللي من الجدر يطلع الملاس بفيهات بفيهات بفيهات. المائده من هني لهناك كلها عندهم كبه مرق كبه باميه كبة مرق لحم كبة مرق سمك كبة الكبة نيو كبة 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 كلها كبة. يا عشين الفقارة يمه البس عدل لا تبرد. انا وانا صغير لبسوني هالهوب عشان لا ابرد. لا تلبس ينظرونك ينظرون مفاصيل مفاصيل مو خايفين منكم شيء ينظرونكم. شنو يمه اشوف من جاب لك الهديه رفيقك؟ لا اكيد حاط لك سحر ولا شيء. يما قطها 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 بالزباله قطها. احنا ما ناخذ بالك الساحر لو في خير كان سحر هذيله. يا مو هذيله كان سحر نفسه عشان لا يضرب الناس. لو في خير الساحر سوال انت ايش بيتهم حاطين الدنيا صورات كلهم خاله خال يده ام يده ما ادري منو وكلهم حولان كذي قاعدين ولا ردعه ويتفاءلوا يبكون. الموناليزا قاعدة ما لها شغل بحد. صدقنا ما عندها حواجب كأنها خلوج سجاري. ويجيب لي ولد عشان يشيل اسمي ويشيل الثروه الفلوس اللي عندي. ابي اتزوج خلاص ما ابي هالبنات هذيله. ابي اتزوج بس من طريق الوالده. اقولها يما شوفي لي وحده كيني تقول لي انا شفتك والله وحده يما بالعرس وايد ترقص زين اخذها. اوكي اخذها. وابوها يسالني ليش ما تصلين بدك رقاصه. ابي اتزوج خلاص بس مو من هذيله ما تخربط اعرف ماضيهم. ابي اتزوج وحده ابي اتزوج وحده مره جميله جميله تطيح الطير من السماء ومسخرها اهزقها امسكها من راسها قدامي امشي اجيبها تعالي تعالي كله تحبي كله تحبي كله تحبي ما بيت اوقف لهني حدها لهني ما تصعد حدها قدامي تعالي اقول لك تعالي انتي ابوي مو سيدي ان شاء الله مو سيدي اقول لك مو سيدي انا رايك مو سيدي انتي تنزل راسها اطقها على نقنوطها اطقها اديني تحبي نسيت اقولها نسي يلا على ريلك اقولها بوسريلي تعالي بوسريلي ان شاء الله تعالي اول ما تنزل بوزه هني طقها على نقلوكها مره ثانيه خلي هناك وتي تحبي مره ثانيه امسخرهم افسخ الجوتي اقطه بالهواء اقولها صيدي وهو بالهواء وبطاقه تنتهي لبيت شكم شك ما في اما اسخرها وتروح تنادي لامها يمه يا ولادي انا وبنتك خدام تحت عيونك خدام خدام وي شخباري عيوزه تتكلم شخباري الحين عيالي زدتهم شخباري شنو انت تسوي الحساب الحساب سوي لي الحساب هات سوي الحساب سوي الحساب هات اما اسخرها سمعيني قولي حق بنتك تسقط الولد اللي بطنها سامعه خلي تطيح الولد تسقطه هو 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 وهو نجح عشان يسقط عيوزه وتنكد انت شنو انت من الزباله انت انت اصحي انا شاريكم بفلوسي ها اصحي اقول
20 دينار وديتها المال يتصدقونك واروح اركب طيارة مرة ثانية واروح هناك ادورك عشان صدقك ب 20 يورو تعردك فيه بعدين حدك اخلي الطيار يحدك بالهواء وانت طايرة كذي وطيحك بالبحر الاحمر يا حماري ما بيك أنا هذا كله خيري، أبي أمتلك الأرض كلها، أبي الأرض هذه كلها لي، أبي أطالع فوق، أبي أكلم الغيم بقول له وين بتروح؟ وين بتروح وين؟ بتروح شمال الأرض، يمين الأرض، غربها، شرقها، خيرتك راح تمطر وخيرك كله راح يصير حقي أنا كل هذا خيري، ما تروح وأروح عند بابك كله خيري ما خلاص أنا بمتلك هالأرض، هذين أنا ما أبيهم.